ينضم إلينا من نابلس سامر عنتاوي الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا في هذه الساعة سيد سامر. إذن بداية، هجوم شرس وغير مسبوق من غانتس وأيزنكوت على نتنياهو، وذلك بشأن صفقة التبادل، اللذان قالا عنه بأنه ليس صادقا بشأن إعادة المحتجزين قيد الحياة. كيف تقيم هذه التصريحات أو هذه الضغوط من قبل غانتس وأيزنكوت؟ صباح الخير، تحياتي لك وتحياتي للمشاهد. نعم، الحقيقة يعني ما يفعله حاليا جاد أيزنكوت و أي بني غانتس أو أي من الذين كانوا موجودين في مجلس الحرب وخرجوا منه، لم يستطيعوا تشكيل أي قوة أو أي جبهة أو أي تنظيم قوي يواجه نتنياهو، عدا التصريحات التي تخرج والمشاركة في بعض المسيرات من قبل الاثنين، ولكن لم يستطيعوا الوصول إلى تشكيل نوع من القوة ببرنامج واضح يواجه برنامج نتنياهو وينزل نتنياهو عن عرشه. هذا الموضوع نتنياهو يفهمه تماما. في الخطاب الذي خرج به نتنياهو كان أمران أساسيان. الأمر الأول صحيح أنه مرتبك من كثرة الضغوطات ومن كثرة الملاحقات، وخاصة بعد اكتشاف جثث الستة الأسرى الإسرائيليين، ولكن وفي الجانب الثاني أنه كان يعني ممسكا بكافة الخيوط ومصرا على كافة المواقف، بل أنه تمادى بها أكثر، لأنه لا يجد في المعارضة الإسرائيلية سواء التي نزلت إلى الشارع أو سواء شخوص القادة الإسرائيليين أمثال أيزنكوت وغانتس أو غيرهم أو حتى لبيد، لم يشكلوا كما ذكرت قوة ضاغطة تستطيع أن تغير مواقف نتنياهو، ولذلك هؤلاء بقوا في مربع المحتار أو المتردد. طيب سيد سامر، ما الذي باستطاعته أن يغير من مواقف نتنياهو بشأن هذه الصفقة؟ تغيير دراماتيكي كامل بكل معنى الكلمة. هذا في الداخل الإسرائيلي، إذا أردنا أن نقول أن هناك تغييرات داخلية ممكن أن تسقط نتنياهو، هذا يتطلب الكثير من الجهد وتعبئة الساحات، يعني حتى الخروج بهذا الشكل حتى هذه اللحظة لا يشكل هذا الضغط الكبير، وأيضا وجود هؤلاء الأشخاص كما ذكرنا في هذا الإطار. الجانب الثاني، الضغط الأمريكي على الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة لا تمارس أي ضغط على نتنياهو، بل هي تنقذه كل مرة في كل موقف من مواقفه، رغم أن هذا يتعارض مع أهداف ورغبات بايدن شخصيا والحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة، ولكن رغم كل ذلك هناك نوع من الحماية وهناك نوع من التغطية السياسية من قبل الولايات المتحدة. الآن العالم أيضا بدأ يتغير، يعني بريطانيا بالأمس أوقفت شحنة أسلحة، الكثير من دول العالم الآن تتخذ الإجراءات تجاه نتنياهو، ولكن أعتقد حتى هذه اللحظة نتنياهو لازال متمسكا في موقعه، قادرا على قيادة دولة الاحتلال، قادر على توجيه المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والفاشية والظهور كالملك المنقذ الذي يستطيع حماية المشروع الصهيوني وحماية دولة الاحتلال بين مزدوجين. سيد سامر، استمرار نتنياهو في عرقلة صفقة التبادل هذه، على ماذا يعول نتنياهو؟ نتنياهو يحاول يعول على كسب الوقت، وهو يعي تماما أن لا إجبار ولا ضغط عليه كافي من أجل القبول بها. عندما خرج بايدن بالحديث أنه سيخرج نوع من التسوية الجديدة الإجبارية كما سماها، أعتقد أنها ستأخذ ببعض ملاحظات نتنياهو وتدرجها ضمن هذه الصفقة. الأمر الذي ستعترض عليه المقاومة بشكل كبير، المقاومة وافقت على مقترح 2-7 وقامت يعني بالتنازل في هذا الإطار، وكان يعني بايدن قال أن هذه مقترحات نتنياهو، لا تستطيع المقاومة التنازل أكثر من ذلك في هذا المجال، لذلك أنا ما أعتقد بايدن الآن يحاول الخروج في هذا المشروع الجديد، ترفضه المقاومة، يحمل المسؤولية مرة أخرى للمقاومة ويرفع العتب عن نتنياهو، هذا ما يعول عليه نتنياهو. ولكن ماذا إذا بقي نتنياهو مصرا على مواقفه وتعنته؟ ما هي الخيارات المطروحة أمام المقاومة وأمام تعنت نتنياهو هذا؟
نتنياهو مستمر حتى النهاية، هو يريد الآن عدمية الوصول إلى أي اتفاق. نتنياهو يفتح الجبهات، فتح جبهة الضفة الغربية على مصراعيها، الآن يفتح كل الجبهات، لأنه نتنياهو لا يستطيع أن يتعايش إلا مع الحرب القائمة والحرب المستمرة. لذلك خيارات المقاومة، خيارات الشعب الفلسطيني، فقط الصمود والمقاومة، مقاومة هذا المشروع، لأنه نتنياهو لن يتراجع بسهولة عن هذه المواقف. سيبقى وضع حاكما عسكريا لغزة، سيحاول احتلال غزة، سيحاول التهجير في قطاع غزة. ما يفعله الآن في مدن ومخيمات الضفة الغربية شبيه بما يفعل في غزة، والقصد أيضا التهجير، وماضي في هذا المشروع الشيطاني إلى النهاية. وعلى ومعه أنه عندما نتحدث عن نتنياهو لا نتحدث عن شخصية منظومة موجودة في الحكم في داخل دولة الاحتلال، فاشية متطرفة، فيها بن جبير، فيها سموتريتش، وفيها أشخاص آخرين أيضا لا يقللون تطرفا عن هؤلاء. وبالتالي المشروع الآن الصهيوني يحاول التكالب على الشعب الفلسطيني. المشكلة أن المجتمعات العربية والإسلامية لا تعي كم حجم هذه المعضلة القائمة حاليا، ولا تريد أن تعرف هذه المعضلة القائمة حاليا رغم خطورتها وفداحتها. نحن نرى تماما جنين، مخيماتها، مخيمات جنين طول كرم الآن، محاولات القضاء على الوجود بالكامل في هذه المخيمات، وهي الشاهد الأخير على والوحيد على النكبة الفلسطينية، وأيضا على جيوب المقاومة في الضفة الغربية، الزج بالجيوش بأعداد كبيرة، استدعاء الجيش من الشمال، من شمال فلسطين إلى الضفة الغربية. هذا يدل على أن المرحلة الثانية في هذه الحرب بعد تدمير قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت أن ترتكب نفس الجرائم في الضفة. ومرة أخرى الهدف النهائي هو ضم أجزاء من الضفة والتهجير. إذن نتنياهو مستمر في هذا الموضوع، وليس أمام الشعب الفلسطيني سوى مقاومته، وهذا يتطلب الكثير من العمل الفلسطيني في بناء الجبهة الداخلية، في إعداد الوحدة الوطنية، في الخروج من المأزق القائم حاليا بعدم وجود قيادات فلسطينية قادرة على المواجهة وقادرة على الصمود وعلى تغيير النمط السابق من الاتفاقات التي يعني عقدت مع الاحتلال. هذا الأمر يجب أن يفعل فورا، وغير ذلك الشعب الفلسطيني يخسر يوميا بكل المجالات، من يخسر دماء، يخسر أبنية، يخسر شوارع، يخسر أراضي بالاستيطان. هذا يتطلب وحدة الحل. وفي المقابل أقول الشعب الفلسطيني موحد، الشعب الفلسطيني يقاوم، فكرة المقاومة مستمرة في الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجودها. المشكلة في تشكيل القيادات، القيادة الوطنية الموحدة، وإعادة بناء البرنامج الوطني الفلسطيني لمجابهة المشروع الصهيوني الذي يعتقد الآن أنه باستطاعته القضاء على كل الطموح الفلسطيني، بل على القضاء على الوجود الفلسطيني.